وللحديث عن دلالات فتح السلطات في العراق مع برهة مع النظام السوري في ظل مخاوف دول الجوار من زيادة إنتاج وتهريب النظام السوري للمخدرات إلى دول المنطقة والعالم، معنا من هاتايا الإعلامي السوري مصطفى النعيمي. أهلا بك سيد مصطفى. يعني في البداية، كيف تفسر فتح حكومة السودان لحدود العراق مع نظام الأسد الذي يشكل خطرا على دول المنطقة بعد اعتباره أكبر منتج ومروج للمخدرات في العالم؟ تفضل. تحياتي لك أستاذي والأستاذ المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن المخدرات هي آفة باتت يعني تنهك الشعوب، وخاصة في البلدان التي تشهد يعني صراعات منذ الزمن. وهنا أتحدث بوجه التحديد عن الآفة الإيرانية التي دخلت إلى المنطقة عبر مشروعيها، إما بترويج المخدرات وأما مشروع التمدد المذهبي. وإذا ما عدنا قليلا باتجاه سوريا، فأعتقد بأن النظام السوري ليس لديه ما يقدمه إلى المجتمع الدولي عموما سوى المخدرات، وهذا ما كتب عنهم الكثير من المقالات لما يخص هذا الملف، والذي تجاوزت يعني وارداته واقتصاد الظل الذي يعتمد الأسد من خلال تمويل عملياته العدائية تجاه الشعب السوري قرابة 57 مليار دولار في العام 2021. كذلك أيضا ارتفعت في الآونة الأخيرة، ولم تصدر حتى هذه اللحظة الإحصائية النهائية للعام 2022، لكن عمليا لها تحدث عن زيادة في زخم وحجم تلك المخدرات. كذلك أيضا على الجانب العراقي تم ضبط الكثير من الشحنات مع الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات العاملة ما بين الأراضي العراقية والسورية، وعمليا نحن نتحدث أنه لا يوجد هناك حدود أمام هذه الأذرع الولائية التي تتنقل من طهران وصولا إلى بيروت. هذه المنطقة باتت مفتوحة بشكل مستباحة بشكل شبه كامل. تفضل سيد مصطفى. الأرقام تتحدث، وأنت كذلك تفضلت بذكر أن هناك عشرات المليارات يجنيها الأسد من هذه التجارة. هذا يفرض السؤال، ما الفائدة الآن من قانون كبتاجون الأسد إذن؟ أعتقد بأن القانون هو سيبدأ بعقوبات على المصارف التي تتعامل مع النظام السوري، وخاصة في الجانب العراقي. ربما النظام السوري هو معاقب ولديه يعني لا يستطيع أن يقوم يعني بإيصال المال، وهنا أتحدث بوجه التحديد عن الدولار، سواء من خلال اقتصاد الظل أو من بعض الدول التي تدعم نظام الأسد بشكل أو بآخر. لكن عمليا هو استثمار الاقتصاد العراقي الذي لا يوجد عليه عقوبات في الفترة الحالية. هنالك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة ستصدر قوانين لمعاقبة 15 مصرفا عراقيا يدعمون الحرس الثوري. وبوجه التحديد نتحدث عن إدارة المخدرات، ملف المخدرات برمته تديره ميليشيا إيران والحرس الثوري الإيراني عبر ذراعه الطولة والحزب الله اللبناني، الذي يقوم على زراعة وإنتاج المخدرات، وكذلك أيضا بالتعامل والتشارك مع النظام السوري باتجاه المنطقة العربية، سواء كان من خلال عبر الحدود البرية أو حتى من خلال البحرية، وبعض الأحيان كانت تنقل عبر وسائط الجو. أيضا أرقام الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 90% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، وخاصة المقيمين في مناطق النظام. السؤال هنا، ماذا يفعل النظام في سوريا بهذه المليارات التي يجنيها؟ لماذا يتواصل فقر الناس في مناطقه؟ نعم، لا شك بأنه سيوظف تلك العائدات، عائدات اقتصاد الظل، بشكل كبير تجاه تمويل عملياته العسكرية بالدرجة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى حاضنته الاجتماعية. وأنا أتحدث عن الكتلة الصلبة الحاكمة للنظام السوري، حتى باتت في الآونة الأخيرة هنالك الكثير من رؤوس الأموال تهرب من العاصمة السورية دمشق، وكذلك حلب وبعض المحافظات باتجاه يعني حمص أو المنطقة الوسطى بشكل عام، تهرب خارج البلاد. مما سيؤثر بالنتيجة النهائية على وضع النظام الاقتصادي. كذلك أيضا انهيار سعر صرف الليرة السورية، أعتقد هو أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت بالنتيجة النهائية إلى هروب رؤوس الأموال خارج البلاد. لكن عمليا النظام السوري لم يقم عمليا في يعني حتى بعد سيطرته على المنطقة الجنوبية منذ خمسة أعوام حتى هذه اللحظة، لم يتم إعمار مدرسة واحدة أو مشفى واحد أو حتى يعني أي من المشاريع الخدمية لهؤلاء المتواجدين حتى تحت سيطرته. لذلك النظام السوري لا يسعى فقط يعني من أجل إعادة السيطرة على المناطق، بل على العكس هو يقوم بإذلال الشعوب الذين يسيطر عليها من خلال تلك المناطق التي قد سيطر عليها مؤخرا. نعم، بالعودة الآن مجددا إلى فتح الحدود العراقية أمام نظام الأسد، السؤال إلى أي مدى يدلل هذا الأمر على رهن العراق لإيران وميليشياتها؟ أتمنى، أنا أتحدث قبل قليل من خلال يعني إصار يعني خلال تسليط الضوء على آلية وصول الأذرع الولائية، سواء كان من خلال عملياتها العسكرية أو حتى من خلال تمويل
الأذرع في المنطقة العربية يتم من خلال الحدود المفتوحة ما بين طهران وصولا إلى بيروت، فهذا خط يعني ما زال موصولا ولم ينقطع أصلا، يعني هنالك معبر البوكمال وتم استهدافه حتى بغارات جوية أمريكية وإسرائيلية عدة مرات نتيجة يعني وصول شحنات سواء كانت أسلحة أو يعني حتى بعض الأحيان كانت يتم نقل مسيرات عبر هذا المعبر. كذلك أيضا الجانب السوري والعراقي ليس لديه القدرة على إدارة نعم هذا المعبر، وإنما إيران هي تشرف على ضفتي الحدود، ولا يمكن أن يكون للنظام السوري تواجد في هذه المنطقة. في الآونة الأخيرة شهدنا هنالك يعني نعم تنفيذ معسكرات تدريبية للجيش الشعبي الرديف للميليشيات الإيرانية في سوريا على غرار هيئة الحشد الشعبي نعم الموجودة في العراق. السؤال الأخير سيد مصطفى، يعني كيف يمكن تجفيف منابع إنتاج وتصدير مخدرات النظام في ظل انتشار هذه الميليشيات الموالية للنظام في سوريا والعراق ودول أخرى، وهي تشكل كما تعلم داعما أساسيا لنظام الأسد وتجارته؟ عبر العقوبات الاقتصادية بالدرجة الأولى على رؤوس الأموال وعلى المتورطين في تجارة المخدرات، ومن ثم الوصول إلى أماكن زراعة تلك المخدرات، وباتت اليوم يعني هنالك العديد من التقارير تؤكد على أن المخدرات يتم زراعتها في مدينة القصير المحتلة من قبل حزب الله اللبناني، والتي يتم من خلالها يعني عمليا إنتاج المخدرات ومن ثم نقلها كمواد خام إلى مناطق مختلفة في سوريا، سواء في المنطقة الجنوبية أو حتى في الوسطى وصولا إلى المنطقة الشرقية على المحاذية للحدود العراقية، ومن خلالها ثم يتم نقلها أو كبسها عفوا بالدرجة الأولى عبر يعني الكبسولات، ومن ثم يتم نقلها وشحنها من خلال إما شحنات الخضار أو الفواكه أو حتى عبر يعني هؤلاء ما يطلق عليهم الزوار القادمون إلى دمشق عبر مسيرات الأفواج التي تأتي نعم سواء كان من طهران أو حتى من العراق. يعني تمرر تلك الآفة وتتضرر الشعوب عامة، لكن عمليا نتحدث عن يعني انتشار كبير، يعني حتى في المدارس في المستشفيات في كافة قطاعات الدولة المخدرات متوفرة، بينما الخبز والماء وكذلك أيضا الدواء لم يعد متوفرا للشعب السوري، بينما يتوفر كل شيء يؤدي إلى دمار الشعب نعم السوري في ظل استمرار وجود ميليشيات ولائية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني الذي يدير سدة السلطة في سوريا اليوم. من هاتاي الإعلامي السوري مصطفى النعيمي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.